نسأل الله أن يهديكم وأن يصلحكم وأن يصلح عموم المسلمين. ونحن لا ننطلق من حرب فما تفهمون، ولكن ننطلق من باب النصيحة لكم وللمسلمين، والله وحده يعلم المقاصد. وأنا الآن قدمي على عتبة القبر، لا أريد من الدنيا شيئا ولا أريد مناصب، ولله الحمد قد رفضت كل هذه الأشياء في عنفوان شبابي. والله وأنا طالب علم كنت أقول في نفسي لو أعطى يعني منصب أعلى وزير والله لا أقدمه على طلب العلم. هذا طبعي وطبعي والله النصح للمسلمين والحرص على هدايتهم والحرص على هداية الشباب، وأنا أبين ضلال الشيطان كل غيره تبصيرا للشباب بدين الله الحق وتبصيرا لهم بمواقع الضلال لينقذوا أنفسهم منها وليتجنبوها وليسيروا في صراط الله المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله شرفيك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا الأمل في الأمة قريبا عاجلا. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.